اهلا يا حاج فواز. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا مرات عمي ولا مرات ابويا؟ ما حصلش. ايه ده اللي ما حصلش؟ اللي لازم يحصل يا فواز ما حصلش. لا اله الا الله، مالك يا حاج في ايه؟ انا اصلي عندي شعر ساعه تروح وساعه تيجي، انا اخش اخد حمام يمكن افوق. لا اله الا الله، انت عملت ايه في الراجل؟ ما انت عارف ابوك بيحب يهزر. ما حصلش. بيهزر؟ صدقني بيهزر. تعالى يا حاج، تعالى اقعد، انا عايز اتكلم معاك كلمتين كده. وموريني يا طب اقول لك ايه بقى؟ طيب تقول لي يا حماتي، هو انا مش حماتك برضو؟ طبعا. كلمتين ايه بقى اللي انت عايزاني فيهم؟ انهار هتتجنن، مش مستحمله بعدك عنها اكتر من كده. لا اله الا الله، هي اللي جابته لنفسها. اذا كنت سامحت اللي اذوك ومدت لهم ايدك، مش عايز تسامحها على غلطه عملتها من غير قصد. بعدين دي انهار برضو، انهار اللي بتحبك وحطاك في عينيها وقافله عليك برموشها، انهار اللي وقفت قدام اخواتها لاجل خاطرك، اللي باعت الدنيا كلها لاجل كلمه حلوه منك. ما تكسرش قلبها اكتر من كده بقى. قلت ايه يا حاج؟ انا اول مره اطلب منك طلب. هو انتوا كده تطلبوا اول طلب وتكروا ورا طلبات؟ لا ده هيكون اول واخر طلب. ها، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. شربت الكركديه وزنهرت وبرضه مفيش فايده. كركديه؟ أنا جبت سيرة كركديه؟ لو قلت أشكل. أنا غلط ولا إيه؟ كده كل حاجة جاهزة، مش ناقص بقى غير الشغل. أنا كمان جهزت لك حبة دعاية نمائية برنس. دعاية؟ إزاي يعني هند؟ يا بنت الجامعة مليانة كافيتريات، إنما إحنا بقى لما نرمي كام ورقة قدام كل كلية فيها أسعارنا رخيصة، الناس هتسيب الكافيتريات التانية ويجوا لنا إحنا. الله عليك، لا معلم برضه. مش كده وبس، انا كمان اتفقت مع مطبعه يطبعوا لنا كده كام بروشور فيهم لسته اسعار وسندوتشات حلوه. ده الفل كده. ما تنساش مكنه التصوير. ها، لا عيب عليك، من غير ما تقول حصل يا ريس. انا هكت بقى عشان ورايا كده كام حاجه اعملها. زي الفل، لو عايز حاجه كلمني. ماشي يا معلم، سلام. بقول لك ايه، هتعمل افتتاح زي ما قلت؟ طبعا هعمل افتتاح والناس كلها هتجي. حبيبتي انا نفسي الدنيا كلها تشوف المكان ده لما يجهز. اول مره اشوفك متحمس كده. كنتش متخيل ان السعاده ملخصها ان الواحد يحقق حاجه كان بيحلم بيها. عارف عمي اول ما شاف ان انا مصمم وقف جنبي على طول. ساعتها شفت فواز ابن عمي وهو بيكبر من مصنع صغير لمصنع اكبر لغايه ما عمل اسم كبير. اديك اتمنيت واحلامك بدات تتحقق اهي كمان. بس بدري، دي اول خطوه في طابور الاحلام اللي ملوش اخر. وانا فين بقى من الطابور ده يا استاذ؟ يا الطابور ده كله واقف قدامك. انا لو بحلم هعديك عشان اوصل لك. دايما بتغلبني الكلام. الله 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 الله، نجيب بقى اتنين ليمون وشجره عشان الليله دي تكمل، ولا احسن نخلي البوكس يخش في ضهره ويلم الوغش؟ يا ابني يا حبيبي، هو انت ايه؟ ما وراكش غيرنا. بصراحه يا ابني وريش غيرك في الجامعه. حازم لو سمحت، مش كل شويه تعمل لي مشكله وحوار. خليك انت بره الليله دي ادينا، انا كلامي مع الدكر اللي بيسبل لك. يا ابني لم نفسك. مش لما تلم نفسك انت الاول. انت عبيط. يلا عمرو فكك منه، ده بيهزي. يلا بينا، يلا سيبك منه، يلا مجنون. الواد ده اتفرعن قوي، لازم له قفله. وحياتك عندي بكربونك وخليه عبر الجامعه كلها. لا خف شويه عشان ما تلبسش انت الليله. لا صايع. يلا يبقى خليه بقى يستلقى وعده واحنا بعيد مالناش دعوه. وهي هتيجي على بوزها وتتمنى الرضا. يمكن الدرس كان تقيل شويه بس تستاهل. ايوه تستاهل، لانك لعبت بديلك من ورانا. لو كنت جيت وقلت انك اخذت الحاجات دي كنا فهمناك ان ملهاش اي قيمه وكلها وجع دماغ، والمكسب الوحيد اللي فيها حبة الرسومات اللي عملها فواز بإيده وبس. بس أنت طمعت يا سليم بيه وقلت أكوش على المكسب كله لوحدي. ورميت لنا عظمة المكن وافتكرت إننا اتلهينا فيها، زي ما أنت بالظبط اتلهيت في رقم المبلغ اللي في الشيك وبصيتش على تاريخه. فعلاً. غلطة الشاطر بألف. وهي ده دليل الثقة العامية فيكم. باختصار، شو المطلوب مني؟ ابدا، عندنا اوامر نديك فرصه تانية. شو هنكتي؟ فرصه تانية؟ بعد شو؟
الشغل الوحيد اللي كان أملي فيها طارت وتبخرت وطلعتوني على فيشوش. بعت بيتي حيلتي عشان أشتري هالبضاعة، وفي الآخر الآخر لسه ما جاش ولسه قدامك وقت تعوض. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقبل ما ناخد ونعطي بها الحكي دفعولي ثمن الرسومات الميزة الوحيدة، وإذا ما أخدت حقي على آخر بارة ما إلكن أي حق عندي يا ولادي. على بركة الله يا ابني، ولو عاوز أي حاجة أنا تحت أمرك يا أخويا. ربنا يخليك ليه ولينا يا رب. سبحان مغير الأحوال. فاكرة أمه؟ فاكرة لما قلتلك على موضوع الكافيتيريا والعم يجي معايا عملت إيه؟ يا ساتر يا ساتر، انت مالك يا واد قلبك اسود كده؟ عملت ايه؟ قول. اقول له حسنات؟ قول. لا قول عشان خاطر يقول. يلا ماشي يا عم. مش هقول. ماشي طبعا. تلاقيها نفضتك ساعتها وقعدت تقطع في فروتي لما قالك يا بس. انتوا مش ناويين تاكلوا النهارده ولا ايه بقى؟ ماشي غلوشي غلوشي. ماشي هناكل. قول يا عم، انت مش عايز اي حاجه تاني؟ انا خلاص ظبطت كل حاجه كده، مش ناقص غير الافتتاح. بس هو بصراحه يعني انا كان في حاجه عايزها من حضرتك يا ابني. ما بقول لك قول من الصبح. عايز ايه؟ عايز فلوس تاني؟ لا 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 خالص، انا بس كنت يعني نفسي تعرف تقنع الحاج فواز انه يجي يحضر الافتتاح، هيفرق معايا قوي لو جه. بس كده؟ ماشي. غالي والطلب رخيص، يعني ممكن يوافق؟ ايه اللي يوافق يا ابني؟ يا عمرو اوعى تفتكر ان فواز ممكن يتاخر عنك او عن حد من اخواتك في اي مصلحه. لا لا لا، ليك عليا يا عم، هجيبه من ايده معايا، ولو عاوز امك الاخرى هجيبها لك. شيلوا امه بقى من نفخكم، خليها في اللي هي فيه. طيب انا هقوم بقى عشان اعمل كام تليفون شغل. طب يا ابني مش تكمل اكلك؟ يا اما انا شبعت، انت بس ادعي لي. طيب يا حبيبي ربنا يفتح عليك ويصبرك يا بنتي انهار. مالك يا ام انهار؟ البت تعبانه قوي وصعبانه عليا يا منى. السمك. كنت فاكره يعني لما اتكلمت مع الحاج فواز هيعمل لي خاطر. وانت عارفه فواز كويس، على قد ما بيشيل على قد ما بينسى، وقلبه مفيش اطيب منه. كلها يومين ثلاثه وهتلاقيه رايح لها. ربنا يهدي يا رب. بقول لك ايه، الواد عمرو دخل نام، ما تيجي نكمل الاكل جوه؟ كل يا حاج. يا حاجة ما ينفعش، ده ما يجيبش حق التدريس اللي فيها. احضرينا يا ست حياة. في ايه يا رضا؟ في ايه؟ الست دي من صباحة ربنا عمالة تفاصل في عباية بنبيعها في وسط البلد وفي شارع الهرم ب 150، هي بقى عايزاها ب 100. خلاص. مع اني كرمتها ونزلت لها 20 جنيه عشان خاطرها. خلاص اكتم. اديها 2 ب 180. بس انا مش عايزة 2. ليه بس يا حاجة؟ دي كده الواحدة هتقف عليكي 90 بس. كتر خيرك يا اختي، ربنا يزيدك من نعيمه. الله يخليك. ربنا يخليك للغلابه يا ست حياة. سكتم. حاضر. عايزه دي؟ طب ثانيه واحده. الو الو الو، الشاي يا سعاد. محدش بيرد بردك؟ محدش. اهو طول اليوم كده عمال يرن 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 وفي الاخر محدش يرد. خليه يرن والدنيا كلها. طب تحب اعمل لك حاجه؟ لا متشكر يا سماح. وعاوز اشكرك على حاجه كمان. انا بشكرك بصراحه على انك ما مشيتيش وسبت البيت وسبتيني لوحدي. اقول لك على حاجه، انا شخصيا ما بعرفش اعمل كوبايه شاي لنفسي بصراحه كده يا سي علي. انا ما هنش عليا اسيبك لوحدك، ولو يعني انا خايفه قبل حياتي لما ترجع، انا مش عارفه هتعمل معايا ايه. بس يلا كل واحد بيعمل باصله. صدقني انا مستجدعك قوي يا بنت سماح، كل يوم بستجدعك اكتر عن التاني. طب اقعد اقعد. خير يا عم فكري، كلمتني ليه؟ الحمد لله انك جيت يا استاذه ندى. الناس بره ياما زي ما انت شايفه، والاستاذه لسه ما جاتش لحد دلوقتي، وانا بصراحه متوهوش عليها. اصلا مش متعوده تتاخر على المكتب ابدا. معقول؟ دي المفروض تكون هنا من ساعتين. وبكلمها كمان على المحمول ما بتردش، وحياتك تخرجي بره تقولي للناس اللي بره دول كلمتين لحد الاستاذه ما تظهر. طب استنى نجرب نكلمها تاني. يا ريت.
كلمتوش برضو؟ مقفول. هتكون راحت فين؟ وانا اعرف منين؟ ما تكلمش، وكلمته اكتر من مره ما بيردش. يعني ايه؟ ده قال لي انه هيخلص حكايه المدرسه ويجي على هنا على طول، ومكلمني عشان البضاعه بتاعه لبنان وكل حاجه واقفه على ايدته، والمول الشغل فيه واقف ولازم يشوفه بنفسه. طب اتصلت بصفوة وسالته عنه؟ كلمته قال لي انه مشي من بدري. طب والعمل؟ مش عارفه والله يا جماعه اقول لكم ايه، دي اول مره يعملها. لا اكيد الحكايه دي فيها انه 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 ازاي يا زكوه؟ انت شكلك عارف حاجه ومش عايز تقول لنا يا استاذ زكي. معلش تعبتك معايا يا فواز. اوعي تقولي كده تاني يا جميله. ابوكي يعني ابويا، والحمد لله انه قام بالسلامه. الحمد لله، الف حمد والف شكر. احنا هنصلي ركعتين شكر النهارده كمان. انا مش عارفه حصل كده ازاي، ابويا كان زي الفل، مش عارفه ازاي فجاه يقع كده. معلش الحمد لله، مش حد كبير على المرض. اصلك ما تعرفش ابويا ده بالنسبه لي ايه. اكيد طبعا. انا اتعلمت من بابا كل حاجه حلوه شفت بعينيه الدنيا. بابا ده مش مجرد اب، ربى بناته ورفض يتجوز تاني بعد ما مراته ماتت الله يرحمها. بابا معنى امنت بيه وفكره نورت عقلي. صعب عليا قوي اشوفه في الحاله دي. عارف اول ما شفته كده كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه ان انا عايزه اتدارس في ركن بعيد عن كل الناس عشان محدش يكشف وشوف الضعف اللي جوايا اللي عشت عمري كله خبيه. سبحان الله، الست تبان ضعيفه صحيح، انما في الحقيقه عامله زي الخرزانه، مهما تتني فيها صعب انها تتكسر. الراجل بقى شومه شومه، لو دوست عليه زياده شويه يتكسر نصين. فكرتني باللي قال ان قوه الست في ضعفها. الله يفتح عليك ويفتح على اللي قال كده كمان، هو ده اللي انا عايز اوصل له. عارف لما سالت بابا ما اتجوزتش ليه بعد ماما ماتت الله يرحمها؟ عارف قال لي ايه؟ قال لي يا بنتي في حاجات في الدنيا صعبة تتكرر مرتين، وامك من الحاجات دي. الف رحمه ونور عليها، اكيد كان شايف معاها اللي عمره ما شافه مع واحده غيرها. اللي كان شايفه معاها ولاقوش في اي واحده غيرها هو الحب. الحب ما ينفعش يتكرر اكتر من مره. بس في ناس بيحبوا مره واتنين وتلاته واربعه. لا اصل اللي بيحب ده زي اللي بيتولد من جديد. عمرك شفت حد اتولد مرتين؟ فكرتيني باول مره قابلتك فيها، فاكره قلت لي ايه؟ غير انت ما عندكش ذوق وحاجات. فاكره لما قلت لي انت عمرك ما اتعاملت مع واحده ست؟ مش عارف ليه عندي الاحساس ده دلوقتي. احساسي اني عمري ما اتعاملت مع ست قبلك. طب انا هروح بقى عشان اقعد مع بابا. شكرا ميرسي. اوه انا اسف، نسيت خالص والله. شكرا. انا هبقى اطمن على بابا. انا هبقى اطمن. ما تقدريش تعملي في حياتك اي حاجه غير انك تصدقي، زي العيال الصغيرين لما بيلعبوا لعبه العروسه والعريس. لعبتها انا وفواز لحد لما قلبت بجد، وكانت زي حلاوه اول مره في كل حاجه. كنت لسه بضفايري ويا دوب بفتح عيني عشان اشوف الدنيا، ولقيت فواز جنبي في الكوشه بضحكه حلوه منوره وشه. فرحت والدنيا ما كانتش سايعاني، لكن معرفش ان بعد سنه وكام شهر هبقى نمره في لسته طويله ملهاش اخر. أنا لأول مرة شفته شفت في عينه نظرة غريبة قوي.
نظرة ما هياش بتعري على قد ما هي تربك وتخض. كنت خايفة لا يكون أبوه هو اللي جاي يتقدم لي ويخطبني، بس رغم خوفي ده دخلت ولبست أشيك حاجة عندي وعديت من قدامه عشان يشوفني، وشافني بس حسيت إن عينيه كانت بتفصص كل حتة فيا. بعديها عرفت هو تقدم لي ليه. الحاج تقدم لي علشان أنا عجبته ودخلت دماغه، وبرغم إن أنا عارفة إن كل ده عمره قصير قوي، لقيتني مفيش في إيدي أي حاجة غير إن أفرح واتبسط واتشعلق في دراعه وأعمل فيها عروسة وأصدق وأضحك على نفسي هو أول مرة يبقى عريس. كنت أفضل واقفة في الشباك بالساعات مستنية طلته، نفسي بس ألمحه وهو معدي، أحاول ألفت نظره بأي طريقة عشان يبصلي وهو ولا واخد باله. ساعات كان يبقى معدي وهو شايل منعم الصغير على إيده، أفضل عاكس فيه عايزة ياخد باله بس هو يمشي من غير حتى ما يبصلي. وفي يوم عرفت السكة اللي أقدر أجيبه بيها. ما كنتش شايفة نفسي ينفع أبقى مرات حد غيره، ما كنتش شايفة أي راجل في الدنيا ينفع يبقى جوزي غيره. عارفة أصعب حاجة عند الست إيه؟ إنها ما تبقاش شايفة في حياتها غير راجل واحد بس. ساعتها بتنسى نفسها وتجري ترمي نفسها في حضنه، تنسى كل حاجة وتغمض عينيها. كل واحدة فينا لعبت لعبة عشان تبقى ليك وتقرب منك بالطريقة اللي تجيبك، زي ما قالت سميحة. حتى أنا لعبت نفس اللعبة واتجوزتك رغم انك متجوز اتنين، وعملت نفسي مش فارقة معايا وفكرت في نفسي وبس، ما عملتش حساب لأي حاجة. وحتى لما عرفت قبل ما اتجوز كان ممكن مرضوش، لكن كملت. ويوم ما جيت لك عشان اشتري عباية عملت مشكلة عشان كان هم انك تاخد بالك مني. يا ترى مين فينا اللي ظلم التاني؟ احنا اللي ظلمنا نفسنا ولا انت اللي ظلمتنا يا فواز؟ وصورة الحكم المقدم بإدانة المدعى عليه اليوم تكشف مدى وحشية وأسادية هذا الشخص الذي أطلق عليه المجتمع صفة الزوج بالخطأ ليتجرد من كل معالم الإنسانية. فقد اعتاد الزوج نهر زوجته بالضرب المبرح، وقد نسي تماماً أنها مخلوق كرمه الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. وبناء على هذا ف
فإن حق موكلتي في الطلاق مكفول، ولسيادتكم جزيل الشكر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. عيب عليك يا بنت، طبعا مبروك يا بنت. ليه انت اسرع واحده تطلع الستات وتخلع الرجال؟ من عمايلهم هم اللي بيجيبون نفسهم. كان نفسي الحق الجلسه عشان اتعلم، بس اعمل ايه في الزحمه؟ ما انت اللي مش مهتمه، عشان كده عمرك ما هتبقي محاميه كبيره يا ستي. بلا كبيره بلا صغيره، المهم نشتغل. طب يلا بقى بينا، عشان عندنا شغل قد كده في المكتب، وبعد كده هنروح الجامعيه. يلا. انا متشكره قوي، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ما تقوليش حاجه خالص، انت صاحبه حق وربنا يرضيك. ربنا يوفقك يا استاذ، ربنا يوفقك. شكرا. يلا بقى بينا عشان نلحق احنا. منك لله يا مفترية، ربنا يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. ما كل الرجاله بتضرب حريمها. منك لله وربنا يوريك. مجنون ده ولا ايه؟ لا يا ستي، ده مش مجنون، ده بخلوع. الو. صباح الخير. صباح النور، عامل ايه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ واقف على غيط حمام. الله، بحب قوي منظر الحمام في السماء. وانا بحب كل حاجه جميله خلقها ربنا. برضو اتغديتي سندوتشات كل يوم؟ العادي يعني. اعمل ايه؟ الصبح محكمه، وبعد الظهر مكتب، وبالليل جمعيه، وساعات بيبقى بالعكس. يعني بتقف قدام القاضي؟ قدام المحكمه؟ ويا حضرات المستشارين، علي الطلاق بالتلاتة. أنا صحيح بترفع في قضايا طلاق كتير، بس ما بقولش علي الطلاق دي. صباح الورد والنور. ما سمعتش صوتك من امبارح. مشغولة؟ مشغولة في إيه بقى؟ بحضر المعرض في بيروت. أيوة، أنا كمان رايح، هفتح كام فرع جديد هناك. رايحة امتى؟ انت رايحة امتى؟ يعني على الأسبوع الجاي كده. سبحان الله. ايه ده؟ انت رايح في نفس الميعاد؟ لا دي صدفة غريبة قوي كده. دي تدابير ربنا، دي احنا ملناش يد فيها. طب قولي بقى، انت بتعمل ايه غير الشغل؟ بكرة أول يوم دراسة في المدرسة دي. ايه ده؟ انت عندك مدرسة؟ ابعت لك عربية الصبح ونشوفها. بقولك ايه؟ في سؤال كنت عايزه اسالهولك. انا بخافش غير من الاسئله المفاجاه بتاعتك دي. ربنا يستر. هو انت جبت نمرتي منين؟ انا مش فاكره اني اديتها لك. عايزه تعرفي عرفت تليفونك ازاي؟ زي ما انت عرفتي صوتي من اول مره. اتفضلي. هو انت ليه فكرت تفتح مدرسه؟ لقيت المدارس باظت، بيخربوا دماغ العيال. صدقي كاميليا ما بيديهمش دين في المدرسه، ياخدوا فلوس قد كده وفي الاخر ما بيديهمش حصه دين. لا طبعا مش كل المدارس كده، في مدارس تانية بتهتم جدا بالدين. يبقى اهتمام براني مش اهتمام بجد، يعني حصه كده على جنب يعني. بزمتك دي مدارس، انت يرضيكي الكلام ده؟ لا طبعا ما يرضينيش. حصه الدين مهمه جدا للطفل، بتزرع جواه ايمانه بربنا، وبتفهمه اصول دينه، وكده ده بيعمله توازن نفسي واستقرار، بيخليه بني ادم سوي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك. ده الكلام الموزون، وعشان الكلام ده بقى انا هرد لك عزومه السندوتشات حالا. انا بحبش اكون مديون لحد. بس لا مش هينفع، اصلا انا عندي حاجات كتير. حلو قوي، انا كمان جعان جدا جدا جدا. يلا تحب تاكل ايه بقى؟ طب اذا كان كده ممكن ناكل سوشي. ايه ما بتحبوش ولا ايه؟ لا ده حلال. طبعا حلال، ده سي فود. مأكولات بحرية. ايوه هي دي. انتوا مثقفين نخبة برضه، بتقولوا حاجات. اسمه ايه؟ سوشي. هيعجبك. يا اختي جمال وحل. ايوه كده، ترجع من المدرسة تغير هدومك وتاخد دش وتفرفش. قولي مبسوط في المدرسة؟ حلو قوي يا ماما، وبيحفظونا قران كمان. طب الحمد لله. يعني المدرسه دي احسن ولا المدرسه الاولانيه؟ لا دي احسن، وعارفه شفت مين هناك كمان؟
شفت مين؟ بابا. ايه ده؟ ايه اللي وداه؟ ده لف المدرسة كلها، وانا فضلت اقول لزمايلي ده بابا صاحب المدرسة، والمدرسين جابوا لي شوكولاتة وبسكوت وحاجات حلوة كتير. طبعا مش ابن فواز الصياد. طب قول لي يا واد، ابوك ما قالكش حاجة؟ لا، اول ما شافني كده شني. فرحان بيك، فرحان بيك يا واد. بس كان مع واحدة حلوة اهو يا ماما. واحدة حلوة اوي. متاعيس يا متاعيس، ضربوا لمولي وتعالوا اسمعوا البشارة. شارة، شارة ايه يا انهار مالك؟ ايه يا انهار؟ خير ان شاء الله. جرأي يا انهار، انتي بترني جرس دلوقتي ليه؟ ما هي دي يا اختي اسرع وسيلة المكوا بيه، وعايزة تلمينا ليها ان شاء الله؟ هو احنا يا اختي بنتلم الا في المصايب؟ فتحوا لي عينيكوا وصنفروا لي ودانكوا وتقطعوا لي مخكوا واسمعوا منعم هيقول لكم ايه. منعم؟ هتقولي يا منى؟ ما تستعجليش يا اختي على رزقك. قول لهم يا حبيبي، قول لماما هاتك شفت ايه النهارده في المدرسه. واد يا منعم، قول يا واد، قول يا واد شفت ايه في المدرسه انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حنان، أنا عايز تذكرة على الرحلة دي لبيروت بكرة. حالا يا فندم. بيروت بكرة. حاضر. نفس الرقم الرحلة. حاضر. هتسأل عليا؟ يا فندم، الأستاذ زكي اتصل أكتر من مرة، والأستاذ مرسي، والأستاذ صفوت. بس أنا ناقص دوشة، اللي يجي خليه على طول. حاضر. يا حاج، الحاج الكبير مستني جوه بقاله كتير. أبويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا دي النور، يا دي النور. ازيك يا حاج؟ ازيك يا فواز؟ نورنا نورنا. يا سلام، حاجة جت ايه؟ انت فين يا ابني؟ يعني اختصت كده وقلت هتدوني، بقالي كتير مش عارف اعطر عليك. مين اللي واخدك مني؟ يا حاج هيكون ايه اللي واخدني منك؟ الشغل طبعا، شغل. هو ما انت شايف؟ يعني شغل ده فواز؟ شغل ايه؟ اذا كان الشغل نفسه بيدوروا عليك. الله، بقالك قد ايه ما رحتش المول يا فواز؟ وطبعا ما عرفتش المشاكل اللي حاصله فيه، لان زكي ومورسي لفوا عليك كعب داير وما عرفوش يوصلوا لك. بركه فيك انت بقى يا حاج. شغلانه لبنان دي يا حاج واخده مني وقت ومجهود كبير جدا، اديك شايف ترتيبات كتير وحاجات. ربنا يكون في عوننا. انت بقى اللي غاوي وجع قلب. قلت لك بلاها لبنان دي. الله، ما احنا شغالين هنا زي الفل يا ابني، وربنا مسهلها لنا على الاخر. يا حاج بقى احنا مش هنعيده تاني الكلام ده. ما احنا خلاص اتفقنا، وانا هفتح المحلات بعون الله، انا هفتحها ان شاء الله. انا بس كل اللي عايزه منك انك تقول لي روح على بركه الله، يوم نتباشر ونطمن. ماشي، هقول لك ايه، ربنا معاك يا ابني، وما دام نويت يبقى على بركه الله. ربنا يخليك لينا يا حاج. عملت ايه في موضوع جوز اختك؟ نهار ابيض، انا نسيت الحكايه دي خالص. معقول يا فواز؟ معقول حكايه لبنان واخدك بالدرجه دي؟ معلش يا حاج، البركه فيك انت بقى. وبعدين انا ان شاء الله اول ما ارجع بعون الله هتلاقي ايدي في ايدك ونحل الموضوع ده. حاج احط الزرقاء دي كتاب الازرق الناحيه دي جنب الاحمر كده، ولا اخليه هنا جنب الاسود كده؟ ايه الكتب دي كلها؟ ها؟ لا، بقول لك ايه الكتب دي كلها؟ يا حاج اصل انا نويت اعمل مكتبه كبيره واملاها كتب. ايه رايك؟ الله، ده يبقى تغيير بجد بقى. لا اله الا الله، انتوا ما بتفهمونيش يا حاج، ما بتفهمونيش. فعلا يا ابني عمرنا ما فهمناك ولا هنفهمك في يوم من الايام. انت مسافر امتى ان شاء الله؟ انا مسافر بكره ان شاء الله يا حاج، ادعي لي بقى. والله انا مش مطمن لك يا ابني، الصياد. احنا لازم نلم روحنا شويه ونعمل اي حاجه عشان نعرف نرجعه تاني. ما هو مش معقول هنفضل سايبينه بره البيت كل الوقت ده. ما هو اللي استغنى وداير يتصرمح مع الستات. لا 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 يا سميحه، ما تقوليش كده على الحاج. لا 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 يا سميحه، ما تقوليش كده على الحاج. اهي زوجتك دي هي اللي ودتنا في داهيه وخلته يبص بره ويطفش. خص عليك يا سميحه، ربنا يسامحك بقى انا عامل كده. يا اختي اهو كله كل نسوان. يا اختي تبطي شويه انت وهي، وانت جمادي شويه. ايه انا ناقصاكوا؟ احنا لازم نعرف حكايه البت دي ايه. ما احنا ما ينفعش نسيب الموضوع كده يعدي والسلام، دي حاجه تقلق وتخلي الركب تخبط في بعض كمان. احنا
احنا لازم نعرف البنت دي تبقى مين وكان بيهبب معاها ايه. يا بنتي يا هقوعي شويه انت كده. النسوان اكتر من الهم على القلب، واللي زي الحاج فواز بيتلموا عليه زي الدبان، فلو ما صحيناش له روحنا وعملنا له كل اللي نفسه فيه هيزهق ويطفش ويسيبنا كلنا. برضه لازم نعرف عمل ايه من ساعه ما عدى عتبه البيت ده. تصدقي البنت دي عجبتني، انت بجد 100 100. اقول لك على حاجه، انت فيري جود، هاتي بوسه بقى. ثانك يو. لازم نعرف خرج عمل ايه علشان نعرف نرجعه ازاي تاني للبيت. طب قولي لنا والنبي يا اختي دلال هنعرف ازاي؟ يا اختي حطيني تاني حضنه في زماره رقبتك. يا ساتر، شحاته ما بيردش ومرسي واقف على رجليه من الرعب. بس انا لقيت الحل. ايه هو الحل يا رايقه؟ خالي محروس. المعلم الكبير منور قهوتنا، ده السعادة اللي حطت علينا دي. انت يا ابني صندوق حاجة ساعة وسقي الناس كلها على حسابي بركة حضور الحج. بقول لك ايه يا أخ محروس، أنا باجي القهوة دي من قبل أنت ما تتولد، معقول هتضيف لي في بيتي يا راجل؟ يا حاج ما تعلمنيش، ما تعلمنيش من الشرف ده، أضيفك في بيتك في بيتي واحد يا حاج. اقعد كمل لعبك أنت مع صاحبك وانا هبص على عمك شهيد. عندك في الاخر يا حاج قاعد هناك. يا ابني ليه؟ انت بترص الرص ده كله ازاي؟ زي ما بارص بالزهرة يا خفيف. العب العب. يعني يا حاج داخل كده لا سلام ولا كلام؟ ده احنا اهل برضه. عدي عليك لو قلت لك ان انا مش واخد على خاطر منك يا عم. حاج انت خاطرك على راسي من فوق، بس برضه يعني برضه ايه؟ برضه ايه يا علي؟ انا قلت لك دي مراتك، وقلت لك طول ما عايشه معاك تحت سقف واحد. هودها واعمل ما بالك في ايه يا علي؟ لما انت بقى الظاهر استحليت بعدها عنك، مش كده؟ روح يا علي. روح كمل قهوتك وسيبنا مع عمك شاي شوية. عم شاهين شكله متضايق يابا. وانت هتضايق بالعافية يا ولد. اسكت اسكت. اديني خلصت. ما تسمعنا صوتك يا سي شاهين. اسمعكوا صوتي يعني اعمل لكم ايه؟ اغني لكم؟ ما تشربوا القهوة يا اخويا ولا مش جاي على كيفكم. يظهر ان الواد عنده حق ومجيتنا دي ما جاتش على هواك، لكن نعمل ايه بقى؟ البنت بنتنا ولازم نطمن عليها. هو انتوا كل ما هتيجوا هتسمموا بدني بالكلمتين اللي مالهمش عازة دول؟ الحق ما يزعلش يا عم الحاج. ايوه وانت راجل حقان، بس اعمل حسابك ده حق وليا وربنا هيحاسبنا عليها يوم القيامة. اولا الست دي مراتي واللي في بطنها ده من ظهري، يعني محدش يتدخل بينا. فإذا كنتوا هتيجوا تطمنوا عليها زي ما بتقول على عيني وعلى راسي، لكن هتيجوا تسمعوني الكلمتين العفشين دول مالكوش عندي غير الجد. ايه يا عم شاهين؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اللي بيحصل جوه؟ ده صوت امك يا ولد. طمني انا اللي هشوف في ايه؟ الحقني يا شاهين الحقني. ايه في ايه؟ يا ناقصة يا ناقصة بتفوقي على ابويا في وشي يا وليه يا ناقصة؟ وده يا اختي
مشوار من بلدكم لحد ايه عشان تبخي سمك وتبرطمي الكلمتين معطرين معفنين من رزالك الزفر اللي عايز اقطعه من لوروغه ووشك يا اختي اللي عامل زي الرغيف الضخم. سيبيها بقى يا سميحه. يا سميحه الوليه هتموت في ايدك مش كده؟ احمد امي ما انا خدتها غير لما اطلع زمره رقبتها بايدي واخلي ودنها عاملين زي السجاد وحزم لها وسطها ده اللي عايز حشه واقطع لسانها من لغلوغه اللي بينزل سم ده. ابا سيبني يابا سيبني اجهزها عشان تبقى تروح ترقص في جهنم. يا بنت كفايه كده هتودي نفسك في داهيه. وليه قللت الرباعه وبنتك سميحه انا اللي هضرب بيها. الحقوني يا ناس هتلوثني. بس يا اخوان ما نخش الحقوني. انت بس مفيش حاجه هقول ايه ناس يا ابني بره هتلوثني. يا بنتي خلاص بقى كفايه كده. ايوه ليه الناقصه امال الاخوه دي فيها من الصبح وحايل ومايل وعامله خاطر للمحروسه مراتك باللي بطنها ودي ابدا يابا ابدا وزي 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 زني 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 عامله زي الدبره الضخمه اللي عماله تبخ الكلام زي وشها. خليني بقى اما اوريك حاجه. هو انت فاكر بيتك معدي؟ انا هنفخك نفسي والله العظيم انا دم ورياكي والنعمه اللي انا رايحه للحكومه شاكياكي واجيبهم لك هنا يسحلوكي ساح. هي الدنيا سايبه سابت مفاصلك من ركبك يا شيخه. الهي ربنا يهد حيلك زي ما عديتي حيلي في شله يا تخينه. مش كده برضو يا سميحه دي مرات خالي مهما كان. اهدي بقى يا سميحه واحكي لي بالظبط ايه اللي حصل. يا اخويا وانا لحقت انطق دهبت في وشي زي العبور ومسكتني زي الاراده وخرقتني يا اخويا وكانت هتطلع روحي. دي حاجه ما يسكتش عليها ابدا. دي احنا نقلبها لهم ضم. خلاص والنبي يا مرات خالي حقك علي امسحيها فيا انا المره دي. ما فيهاش الكلام ده. انا ما حدش يمد ايده على مراتي يا نعمه. ولمس امي اعطاله رقبته. ابوس ايديكم بلاش فضايح. وانت يا مرات خالي ايه اللي خلاكي تفتحي السيره دي بس؟ هو انت مش عارفه سميحه وعمايلها؟ اللي غلط يتربى. وده اللي انا عملته يا نني عين انت وهو. مراتك غلطت واتربت واللي هيعمل زيها يبقى يستحق قتلها. احنا في بيتك يا شاهين باي. خلاص بقى يا سميحه دول برضه ضيوف. شور يابا واكرام الضيف واجب طبعا. تعالى بقى اما اقول لك بقى يا ولد يا بنت شاهين الحقني يا شاهين الحقني. يا ناقصة يا ناقصة بتفولي على ابويا في وشي يا ولية ناقصة ودبة يا اختي مشوار من بلدكم لحد ايه عشان تبخي سمك وتبرطمي الكلمتين معطرين معفنين من رزالك الزفر اللي عايز اقطعه من لوروغه ووشك يا اختي اللي عامل زي الرغيف الضخم. سيبيها بقى يا سميحة. يا سميحة الولية هتموت في ايدك مش كده؟ احمد امي ما انا خدتها غير لما اطلع زمارة رقبتها بايدي واخلي ودنها عاملين زي السجاد وحزم لها وسطها ده اللي عايز حشه واقطع لسانها من لغلوغه اللي بينزل سم ده. ابا سيبني يابا سيبني اجهزها عشان تبقى تروح ترقص في نار جهنم. يا بنتي كفايه كده هتودي نفسك في داهيه. وليه قللت الرباعه وبنتك سميحه انا اللي هضرب بيها. سيبيها يا نعمه. الحقوني يا ناس هتلوثني. بس يا اخوان ما نخش. الحقوني مفيش حاجه. خلي اهدي انت بس مفيش حاجه. الحقوني يا ناس يا ابني بره هتلوثني. يا بنتي خلاص بقى كفايه كده. ايوه ليه الناقصه امال الاخوه دي فيها من الصبح وحايل ومايل وعامله خاطر للمحروسه مراتك باللي بطنها ودي ابدا يابا ابدا وزي 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 زني 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 عامله زي الدبره الضخمه اللي عماله تبخ الكلام زي وشها. خليني بقى اما اوريكي حاجه. يا بنت لذينه هو انت فاكر بيتك معدي؟ ده انا هنفخك نفسي والله العظيم انا دم ورياكي والنعمه اللي انا رايحه للحكومه شاكياكي واجيبهم لك هنا يسحلوكي ساح. هي الدنيا سايبه سابت مفاصلك من ركبك يا شيخه. الهي ربنا يهد حيلك زي ما عديتي حيلي في شله يا تخينه. مش كده برضو يا سميحه دي مرات خالي مهما كان. اهدي بقى يا سميحه واحكي لي بالظبط ايه اللي حصل. يا اخويا وانا لحقت انطق دهبت في وشي زي العبور ومسكتني زي الاراده وخرقتني يا اخويا وكانت هتطلع روحي. دي حاجه ما يسكتش عليها ابدا. دي احنا نقلبها لهم ضم. خلاص والنبي يا مرات خالي حقك علي امسحيها فيا انا المره دي. ما فيهاش الكلام ده. انا ما حدش يمد ايده على مراتي يا نعمه. ولمس امي اعطاله رقبته. ابوس ايديكم بلاش فضايح. وانت يا مرات خالي ايه اللي خلاكي تفتحي السيره دي بس؟ هو انت مش عارفه سميحه وعمايلها؟ اللي غلط يتربى. وده اللي انا عملته يا نني عين انت وهو. مراتك غلطت واتربت واللي هيعمل زيها يبقى يستحق قتلها. احنا في بيتك يا شاهين باي. خلاص بقى يا سميحه دول برضه ضيوف. شور يابا واكرام الضيف واجب طبعا. تعالى بقى اما اقول لك بقى يا بنت شاهين.
خطوة يا ساتر. خطوة عزيزة يا حاج ازيك؟ والنبي يا حاج انا عايزة اقول لك على حاجة. وحياة حبيبك المصطفى اللي انت ملست على بابه. عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل على كامل النور محمد. تكلم الحاج فواز قول له البيت من بعده ضلمة ونسوانه كل واحدة فيهم دمعتها ما نشفتش من على خدها من يومها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. ما هو مش ممكن كده يعني، حرام يفضل سايب نسوانه وعياله وبيته. امال يا اخواتي حق ازاي وبيعرف ربنا ازاي؟ برطعمي تقولي ايه يا وليه انت؟ روح اعمل لك العصير. اديتني لو انت شبه طار البطريق. دلال ازيك يا بنتي؟ طمنيني عليكي. كان اولى جوزي هو اللي يطمن عليا يا عم الحاج. ان شاء الله يا بنتي بكره الامور تهدى والتعكر يصفى. اقعدي يا بنتي، اقعدي. انت مش حامل الوقفه دي؟ جوزي فين يا عم الحاج؟ فين فواز؟ يا ريتك يا بنتي تقولي لي يا بابا الحاج زي اخواتك هنا ما بيقولوا لي. واذا كان على فواز يا ستي سافر لبنان، عنده شغل هناك، وان شاء الله لما يرجع كل شيء هيتصلح. يا بابا الحاج انت اكتر واحد عارفني في البيت ده كله، وعارف انا ايه كويس قوي. وانا ما وافقتش على الجوازه دي ولا على ظروفها غير لما عرفتك انت الاول، وشفت حنانك عليا وطيبة قلبك. قلت هي العيلة دي اللي بجد هترجع لي عمري اللي راح قبل كده. عمر ايه يا ام عمر انت؟ يا بنت انت لسه عود اخضر. الدنيا اللي راحت ولا جات عليه، سيب الكلام ده للعواجيز اللي زي حالتنا. واذا كان يا ست على فواز جوزك مفيش اطيب من قلبه. وانت لو لفيتي الدنيا كلها على كعوب رجليكي مش هتلاقي حد يهنيكي ولا يدلعك زي فواز. الدلع والهنا اللي انت بتتكلم عنهم دول كانوا القشره البرانيه، لكن اول ما القشره دي بانت كل حاجه ظهرت على حقيقتها. فواز اول ما عرف ان انا حامل يا حاج ساب لنا البيت كلنا وطفش وهنك. اها ما تدخليش عيشه في ام الخير ومال. الله الله الله، مش معنى ان فواز سافر يبقى سافر زعلان وهج عشان انت حامل. امال مشي ليه يا حاج من غير ما يطمن عليا؟ يمكن يا بنتي واخد على خاطره شويه، يمكن. ويمكن يا ستي كان عاوز يتدلع معاكي حبتين قبل دوشه العيال، محدش عارف. ومع ذلك يا بنتي كل شيء نصيب، واللي رايده ربنا محدش يقدر يقف قصاده ابدا. يا ريتك يا حاجة تبقى تقول لابنك الكلمتين دول، يمكن يرتجع. سافر؟ سافر راح فين يا ولية؟ ومين قالك انه سافر؟ وانت عرفتي ازاي؟ ما تطلعي يا ولية تحت شايفك تاني. يا ستي وانت بدياني فرصة عشان اتكلم؟ ما بالراحة. حاضر بالراحة انطقي. أصل سمعت الحج منعم ايوه بيقول للفردة الجديدة فردة. ما تحصني بقى نفسك يا ولية، شايفانا جزم قدامك. لا يا ستي ما اقصدش، انا اقصد الست دلال كان بيقول لها انه في لبنان. لبنان تاني ليه؟ والله افتكر يعني هو ممكن رح يجيب واحدة جديدة لبنانية. وحيد تصدقي ان انا اللي هجيب لك ست شهور في القناطر؟ غوري من وشي يا جزمة. إيه عشان انا مش طايقاكي وهعيد الدنيا كلها تتنطط في وشي. ايه وما دروش على الحمار هيشطروا على البردعه يا ستي. حمار مين ده يا ولية؟ انا اللي بيندهوا عليه بره. ده انتوا عيله تشيل. يلا غلي من وشي يا جزمه يا معفنه. تاني يا حاج لبنان، يا ترى هتجيب لي ايه منها المره دي؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرمان يا حاجه. كمان ان شاء الله يا انهار. وقبل كده يا رب ما نصلي مع بعض في الحرم ان شاء الله قريب. يا اختي انت على طول رايقه كده ولا في دماغك اي حاجه بتحصل؟ ايه يا انهار مالك يا اختي؟ في ايه؟ شكلك كده متعصب وداخله مدخنه. مدخنه؟ فين المنكوسه الثالثه؟ اه سميحه راحت تزور ابوها يا حبيبتي. ليه هو في حاجه؟ لا ولا حاجه. الحاج فواز ماله الحاج؟ سافر لبنان. لبنان؟ تاني؟ وابا الحاج تحت جاي يشوف طلباتني ايه. هي رجلي رجعت على لبنان تاني ولا ايه يا اختي؟ اه يا هدى
يا اختي مش عارفه ناوي على ايه الراجل ده؟ مش يتهدى شويه؟ مش يتهدى علشان نهدى بقى ونرتاح؟ وبعدين ناوي يعمل ايه تاني؟ ما خلاص ما بقينا اربعه، يعني لو ناوي يعملها تاني طب تيجي ازاي؟ ما تجيش، ما تجيش يا حد. يا اختي ما تجيش، ربنا يستر يا اختي، ربنا يجيب العوائل سليمه يا رب. ايوه كده، هنا احسن من المكان التاني ده. ليه ماله مكان التاني؟ عشان باب يعني فيها ايه؟ عادي. انت كنت مستغرب نفسك هناك قوي. مش شبهك خالص. مش شبهي؟ مش شبهي ليه؟ وانا عامله ازاي والمكان عامل ازاي يعني؟ المكان حاجه وانت حاجه تانية خالص. ده على اساس ان انا بتاعت مشاكل وقضايا ومبادئ وكده، والمكان كان فيه ناس بتغني وبتشرب وبترقص. يعني انتوا الاتنين عكس بعض، بس المكان ده احلى يعني، ده هادي كده رومانسي ونعم. هو انت يعني شايف الكاسمه ما بفرقش ايدي ولا ايه؟ لا استغفر الله العظيم الكلام. بص يا فواز، احنا كنا سهرانين ومبسوطين، وعادي ان الواحد ساعات يحتاج انه يغير جو ويبسط. يبقى انا بقى اللي شكلي غريب على المكان ده. طب انت ليه مركز مع الشكل كده؟ المهم المضمون. قول لي بقى، انت مبسوط دلوقتي ولا مش مبسوط؟ انسى الصراحه. انا مبسوط جدا، لإن كل ما ببص حواليا المنظر اللي أنا شايفه ده بيخليني أحس إن أنا فكرت صح، وإن الثواب اللي هكسبه في البلد دي أكبر بكتير من أي خسارة مادية ممكن تحصل. مش فاهمة يعني. فاهمك، ربنا سبحانه وتعالى خلق الجمال عشان يتصان، مش يتجرح كده من عين كل من هب ودب. واللي أنا شايفه هنا وشوش بسم الله ما شاء الله زي البدر ليلة كماله، ما تقدرش غير انك تسمي وتقول بسم الله وسبحان الله وما شاء الله من الجمال. انا بقى يوم ما اشوف واحده من دول، اي واحده ان شاء الله مدرعه اللي ورايا دي، يوم ما اشوفها لابسه طرحه الصياد ابقى انا كده كسبت كتير قوي. فهمتي؟ عارف يا فواز سر الجمال اللي انت شايفه هنا ده ايه؟ سر الجمال ده ان الناس في البلاد دي عرفوا قيمه الحياه من كتر الموت اللي شافوه. موت؟ ايوه، 15 سنة حرب وموت ووجع قلب، حاجة مش سهلة خالص، ممكن تقتل وسط أي بلد، بس هم عرفوا يعيشوا وكأن الموت كان عندهم حافز للحياة. حلوة طلعت النار، حلوة طلعت النار. يسافر من هنا وانا يطلع عيني هنا بقى، ما بين بيت ومحلات والمصنع والشركه. بكره كمان لازم اصحى بدري عشان اروح لعمرو الجامعه، انا وعدته ولازم اكون معاه. الهي يا رب يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا. والله يا منعم ما انا لاقيه كلام اقوله لك،
قدام اللي بتعمله معايا ومع ولادي. انتوا ايه يا حسنات؟ دول ولادي. صحيح طلعي فلوس من اللي هنا عشان لو احتاج حاجه بكره. يا منعم انا شايفه انك انت تحط فلوسك في البنك بدل ما انت شايلهم كده في البيت وفي المحل. اقول لك ايه يا حسنات؟ احنا مالناش في البنوك ولا في غيره. يعني انت عايز تفهمني ان الحاج بجلاله قدر وابنك بفلوسه دي كلها سايبها في البيت؟ امال البنوك معموله لمين؟ مش للي زيه؟ لا طبعا يا بنت الناس، في فلوس في البنوك لتدوير الشغل واللازم منه، انما الفلوس اللي بجد بجد بنشيلها في البيوت، وربنا يكفينا شر الشبهات. الفطور بقى خلينا ننام عشان نلحق نصحى بدري. يلا. حاضر يا ايوه جاي بس على سيجا ديفو. انت عايز تودينا في داهيه ولا انت كمان؟ يخرب بيت صوتك العالي، الناس معانا وشايفانا. ازيك يا ابو عاشور؟ واقول فكك من عاشور ووائل، يعني انت اللي بتقول كلام يفور الدم وعايز نسكت؟ انت عندك دم من اساسه عشان يفور؟ انت بغباءك قاعد تودينا في داهيه، اترزع. وانت اللي هتودينا السيما يعني بكلامك ده؟ ما انت هتودينا في 60 داهيه. يا ابني لم لسانك الزلف ده، اقطعهولك. عايزك تغلط مره وتفهم يا شعبان. احنا ضيعنا وقت كبير قوي مع الاسم مسلم ده وطلعنا بشويه ملاليم وخلاص. استعوضنا ربنا وقلنا عوضنا عليك يا رب. لكن بعد اللي انا سمعته وسافر الحاج فواز، تبقى الفرصه جات لنا عشان نرجع حقنا. يا سلام، ولما نتكشف ونخسر كل حاجه يا تسوقي. يا ابني يا غبي، لا ما دام الترتيب اللي هنا 100 100 يبقى هنبقى في السليم. طب افرض الحاج فواز بقى يا معلم. فواز مسافر. السيف ده وطي صوتك هتفضحنا. انا عايزك تجمد قلبك معايا يا شعبان. ما بلاش يا تسوقي. شعبان انت معايا ولا لا؟ معاك يا موتة ولا اكتر. هجيب لك شاي بحليب وباكو بسكوت. اتفضلوا دقيقتين بالظبط والسندوتشات بس. بعد اذنك يا باشا محفوظ. بعد اذنك. بعد اذنك يا نيسه محفوظ. عود يا رجال عود. انت يا ابني انت والله هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ هي من اولها الخدمه زباله؟ قاعدين نجرب العك اللي انتوا بتهببوه. استنى انت يعني استنى. طب خلي بالك عشان شكله عايز يضرب كرسي في الكلوب. عمرو سيبه دلوقتي هيزهق ويمشي. في يا حسن النهارده مجرد احتفال، لو عايز اي حاجه احنا تحت امرك، مش عايز اتفضل اقعد في مكان تاني. انت قعدني على مزاجك يا متر انت ولا نص متر؟ وبعدين معاك يا جدع انت. لازم احترم نفسك من فضلك. انا عملت له حاجه، انا قاعد زي اسبو. طب يلا يلا قوم من هنا. انت بتضربني كمان شاهدين؟ جاي الفعه بيطردني، يبقى يستاهل ايه؟ نبعد معاه. خشي يا حياتي، خشي يا بنتي، خشي خشي. أنا قصدت أجيبك وجوزك مش هنا عشان لما يرجع يلاقيكي. يلا افردي وشك بقى. بقول لك إيه يا أبو؟ أنا ساكتة وحاطة 100 جزمة في بقي عشان ما أزعلكش ولا أرد لك كلمة. لكن حكاية أفرد وشي دي بقى مش هقدر. كفاية قوي إنك كسرتني وخليتني أرجع واقفة يا قمر عيش. يا بنتي ما تبقيش هبلة أمال. دي الست مهما كان لها من أهل وناس في الآخر مالهاش إلا جوزها وبس. صدقيني. وانا قلت الكام يوم اللي فاتوا دول كفايه قوي عشان يعرف قيمتك ويتعدل. بأمرت ما جه جري عشان يصالحني. يوه يا حياه بقى، هي البت اللي كانت هنا دي راحت فين؟ ما تخليها تعمل لنا شاي. سماح؟ ده انا نسيتها دي كمان، استنى كده اما ابص عليها. سماح بت يا سماح. سماح يا سماح. سماح هي بنتي القتيه؟ ايه ده؟ لا باين عليها مشيت يابا. مشيت؟ احسن برضو عشان تبقوا براحتكم. طب كنت خليتني اجيب العيال، مش هيهون عليا بات من غيرهم. يوه يا حياتي، ما انا قلت لك يا بنتي هجيبهم لك بكره. الليله دي انا عاوزك تبقي لجوزك وبس. مش عاوزكم تشوفوا الا بعض عشان الفلوس تصفى وربنا يهدي. هدى في ايه يا ست هدى؟ كفى الله الشر. ما تقولي لي يا اختي فيكي حاجه، رايحه على فين؟ خدي الشنطه وحطيها في العربيه اللي مستنيه بره. ما فيش عربيه، العربيه مع الست سميحه والست انهار. في تاكسي مستني بره، حطي فيه الشنطه يا زينب. تاكسي ايه بس يا اخواتي؟ هي فره وشيطه على الكل.
انت سايبه البيت ولا ايه هدى؟ في ايه مالك؟ ماما كانت بتعيط كتير قوي يا ماما دلال. بنت مش عايزه اسمع صوتك. في ايه يا ماما؟ حضرتك كنت بتعيطي برضو. خدي اختك واستنوني بره. يلا. وحياتك يا ماما دلال ما تخليش ماما تعيط تاني. حاضر يا حبيبتي حاضر. يلا خدي اختك وطلعي استنوها بره اسمعوا الكلام. استني يا هدى، وانت سايبه البيت فعلا ولا ايه؟ ووعي البلا ولا انتظاره. بلا بلا هي يا اختي. قصدك ايه؟ ما تفهميني يا هدى. انا خلاص تعبت من كتر الكوابيس اللي بشوفها واعصابي باظت من كتر الخوف والانتظار، وصليت 100 استخاره لحد ما في الاخر لقيت نفسي بلم الشنط واخده العيال في ايدي ورايحه على بيت امي. ليه يا هدى؟ ليه يا هدى انت بقزمها على نفسك كده ليه يا اختي؟ ما اللي حصل لك حصل لنا كلنا، ايه اللي اختلف يعني؟ عشان كل اللي حصل كان غلط، وكل اللي اتفقوا عليه كان لمصلحتهم وضدي. ما كانش ينفع تبقي حامل يا دلال. ايوه ما كانش ينفع خالص تبقي حامل. انت قصدك ايه؟ ما تاخديش في بالك، دي هالفتى فارغه. انا امي تعبانه قوي واخواتي عيال صغيرين مش هعرفوا يرعوها، ولازم اكون جنبها دلوقتي. استني يا هدى، هو انت هتمشي كده من غير حتى ما تستأذني لحد؟ القضاء ما بيستناش حد، امي بتموت ومش هقدر اسيبها اكتر من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه يابا ازيك. معلش اصل كنت باخد دش وبعيد عن التليفون. لا لسه ما جاش لحد دلوقتي، مش عارفه ليه. انا دخلت غفلت شويه وصحيت لقيته برضو لسه ما جاش. لا يابا ما مرضتش اكلمه، قلت اعملها له مفاجاه زي ما انت قلت لي. سماح؟ لا ما رجعت. ايه ده؟ بقول لك ايه يابا، والنبي استنى بس ثانية واحدة هبص على حاجة كده وارجع لك على طول. اوعى تقفل، عاوزاك ضروري. ثانية واحدة. فلوس يا بنت الحرامية. Oh, my God.
اسود لا تكون ماتت اتسوي وانا اللي ما قلتها يلا احسن يمسكونا الله يخرب بيتك طيب حاضر انا جاي اهو شفتي المصيبه اللي حلت على دماغي يا خالتي فين ابويا يابا خير يا بنتي ده انا يا دوب هلبس وجايلك ما انا ما قدرتش استنى بقى البنت اللي قويتها وحماتها تعمل فيا كده تسرقني طب يا بنتي بالهداوه انت كده قلبك هيقف يا خالتي انت ما تعرفيش اللي حصل البنت سرقت فلوس فواز كلها وجوزك فين مش عارفه من ساعه ما روحت لسه ما رجعش ايوه هيكون راح فين يعني انا عارفه بقى يابا انا مش فيه دلوقتي انا في البنت اللي سرقتني وهربت والنعمه لو اديها في 60 داهيه بس اعرف لها مكان بنت الرفا دي هي البنت دي مش اللي جابتها لك انهار صحيح راحت عن بالي دي ازاي بس كده بقى تاهت ولقيناها بكره نروح لانهار نعرف منها سكتها بكره ده ايه يابا انا عاوزه اروح لها دلوقتي ازاي يا بنتي المجانين انت عارفه الساعه كام دلوقتي يابا ما احنا لو استنينا اكتر من كده هتزوق ومش هعرف مكانها تاني استر يا رب يبين لها ليله انهار الو ايوه يا انهار ايه بتقولي ايه حصل امتى ده طب اهدي خليكوا زي ما انتوا انا هتصرف انا جاي لكم في ايه يا حاج في ايه يابا مصيبه يا ساتر يا رب في ايه يا عمي وقعت قلبنا قول لنا حصل ايه يا عم الحاج الحمد لله على السلامة ست هانا علي انت هنا انا دخت عليك اتصالات من امبارح انت كنت فين ومال موبايلك ماله موبايلي ما هو زي الفل اهو على فكرة انا جيت امبارح واستنيتك كتير لا والله جيتي وما لقيتنيش زهقتي خدت بعضك ورحت على بيت ابوك صح طبعا عندك حق تتريق ما انت ما تعرفش اللي حصل من امبارح انا دمي محروق من الصبح انت يا هانم اللي دمك محروق ولا انا اللي دمي محروق من يوم ما سبت البيت ها عايزه ترجعي البيت تاني تلاقيني قاعد مستنيك وحاطط ايدي على خدي على ما تاخدي الاذن من ابوك واخوك عشان ترجعي بيتك في ايه بس يا علي حلمك عليا شويه مش تعرف الاول اللي حصل يا ستي مش عاوز اعرف حاجه انت شفت سماح اخر مره امتى سماح ايش دخل سماح دلوقتي في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ما تخلينا في موضوعنا البنت سابت البيت وطفشت ما تروح في 60 داهيه هعمل لها ايه وانت عاوزه منها ايه ما هو مش حكايه طفشان وبس امال حصل ايه تاني البنت دي طولت وسرقت سرقت ايه؟ فلوس كان فواز اخويا شايلها معايا فلوس ايه؟ ده غير المصايب اللي نزلت رف حرامية دخلوا على بيت فواز وقلبوه لا حول ولا قوة الا بالله وعندك ثلاثة عينات مع واحد بندق الحمد لله ربنا ستر شفت اخر افكارك السودا كانت هتعمل فينا ايه؟ كانت هتحط في ايدينا الاساور وتلف حوالين رقبتنا حبل المشنقه يا اخي اكتب صوت الجحش ده ما شافوهمش هما بيتقلوا ويشوفوهم هما بيتعاتبوا ها؟ بقول لك ايه؟ انا من ساعتها وانا رقبي عماله تخبط في بعض والنوم طاير من عينيا ومش عارف افكر اساسا فعلا ربنا استرها معانا احنا كنا رايحين في جيرينيه ربنا اكرمنا وبينا في التراسينا ولحد امتى بقى هيفضل ساترها معانا؟ احنا نقفل بقى على الموضوع ده خالص ونفكنا منه يعني ايه يا شعبان؟ حقنا حق ابونا هو كده قليل البخت يعض الكلب في المولد بعدين احنا اساسا كنا محظوظين في ايه عشان نلاقي بختنا في الموضوع ده فكك بقى من الحوار ده بدل ما نلاقي نفسنا روحنا كلبوش حتى سليم نشر
من فضلي. فاحسن احنا نبوس ايدينا وش وظهر ونفك كده بقى. فعلا هنهدى اليومين الجايين دول، لازم نهدى. شوف الدنيا هتاخدنا على فين، محدش